بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة من داخل سوق دراو. النهاردة الثلاث، صلوا على سيدنا النبي ودعمونا بلايك. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. نخش نشوفوا الأسعار يا جماعة. هذه لقطة المعزة دي تحتها ذكر وانتاية وعشرة عليهم كسر أربع سنات، فلوسها 6700 جنيه. فلوسها 6700 جنيه. صلاة النبي تبارك الله. النهاردة المال كثير، المال طارح. صباح الفل يا خال، معاك دولة؟ معاك خال. صلاة على النبي. عليهم كام حسين؟ والله ما أعرف، بس صلاة على النبي. 14000. ثلاثة ولا اثنين؟ اثنين دولة ب 14000 يا جماعة. صلاة على النبي. هم الاثنين دول ب 14000 يا جماعه. اسعار يا جماعه، والله اسعار. كم دول يا معلم؟ 77 يا عم. الصلاه على النبي. 77 هم الاثنين عشار يا جماعه ب 7700. بس سنهم هتلاقيه كبير دول. جاي صور احمد. كام دي بالصلاه على النبي؟ رخيصه والله. كام بالصلاه على النبي؟ الصلاه على النبي 85 بعيال. ايه تحتيها؟ تحتيها ثقلتين. الصلاه على النبي تحتيها انتيتين. الله عادك انت تتغلب. 85 على رجليك تغلب. جميله ب 85 حلوه. صلاه النبي. صلاه النبي. تبارك الله ما شاء الله حلو والله. 85 يا جماعة. 85. ربيته ب 150. خروف ده معلم؟ كام ده؟ 64. 64. صلاة النبي. 64. ازيك يا معلم حسين؟ حبيبي نور بالصلاة على النبي عليك. ذكور هذولا؟ ذكور الثلاثة عمر. كم صلاة النبي؟ 3500. الصلاة على النبي تبارك الله. صلاة النبي 3500 دول. الصلاة على النبي تبارك الله. الصلاة على النبي تبارك الله. عينها وين؟ يا زعيم يا زعيم يا زعيم يا زعيم، منور الدنيا حبيبي حبيبي. الله يسلمك. ايه اخبارك؟ عامل ايه؟ الله يقويك يا كويس. ابو منتصر ده تاجر غنم على مستوى المحافظتين. صل على النبي. الحاج منتصر قدي هنا. الله يوسع عليك. بص هنا بص هنا بص هنا اكبر تاجر. شبعان تصوير دي. شبعان تصوير. دي عشرة ولا فاضية ولا لحمة؟ عليه الصلاة والسلام. كمان زيد النبي صلى الله عليه وسلم. صباح الورد على السادة المشاهدين. نهارك أبيض بالصلاة على النبي. الله يوحشتوني خالص. الله يوسع عليك. جايب لكم النهاردة حاجة بالصلاة على النبي. عليه الصلاة والسلام. حاجة اللي هي بترجع المجلات. الله يوسع عليك. اسمع معايا أقول صلى على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. معايا النعجة دي، خلي بالك من 22 ولا 25. الصلاة على النبي. تحتيها ذكرين وعشر كبير. تحتيها ذكرين وعشر كبير يا جماعة. ذكرين زي الضباط. الصلاة على النبي هم. ذكرين هم اللي بيعجبوا المجلات. تحتيها ذكرين يا جماعة. الصلاة وعشر تاني. وعشر كبير. كام يا زعيم؟ الفلوس مش 20000 ولا 19000 ولا 18000. كمان 18 بس و200. الله يوسع. انا عارف والله، عارف عم منتصر ب 18 و200 يا جماعه. سخله كسر جوز. سخله كسر جوز. 10 سخله كسر جوز. 10 ولا لا؟ 10 جديد. 10 جديد. سخله كسر جوز. اوصل نعم. تمام يا حاج. الصلاه على النبي. النعجة دي اللي كلمتك عليها برضه السن زي الجنيه. هذا السن يا جماعة زي العسل. قافل على الأول. تمام يا معلم. والله العظيم فيها بيع وشراء ب 4000. فيها بيع وشراء ب 4000. الصلاة على النبي. معايا الخروف ده. ما تورينا الحلوة دي ولا اتباعت؟ السخلة دي؟ السخلة دي عليها 61. تحتيها ايه هي؟ تحتيها ذكر. تحتيها ذكر ب 6100 يا جماعة. تمام. الخروف ده ب 12000 الا 200. الخروف ده ب 12 الا 200 يا جماعه. الصلاة على النبي. الجميلة دي. الصلاة على النبي. ما كسرتش ولا سنة. على مالك على مالك. تحتيها خروف وحملة. تحتيها خروف وحملة لبانية. ما كسرتش ولا سنة. كام صلاة النبي؟ مش ب 10000. ب 8000.
10:30 يا حجي محمود بينسى الراجل يا اخي. 10:30 يا جماعه تحتيها ذكر وانتهينا ميسا لباني. استاذ احمد ده بنسى. بنسى ايوه. استاذ احمد. يا حاج. بنساش ابدا. مايك نسيته اهو. عشر كبير وراء الرميسه دي. كم صلاه النبي؟ ب 12000 يا جماعه. عشر وتحتيها انتهى. ودي معاكم؟ تحتيها ذكر ب 8000 يا جماعه. حق والتليفون يا زعيم 011-00-21-7184. الله يوسع عليك عم منتصر. الله يسرك يا حبيبي. الله يوسع عليك فرشة الحج. كم خدته ده معلم؟ كم خدته؟ أربعة. ماشي. تبارك الله ما شاء الله. زكا عمدة. زكا حي. بنت هذي. تباع الحالة يا أحمد. ها؟ أم العنيس تباع الحالة. تباع سخانها حلو. كم تباع؟ سحلتينها حلوين. جيب كم الحالة؟ عشر هي. مسلم الحالة. بنت هذي ولا خولد هذا؟ تحتيها بكر. الصلاة على النبي. كم يا حي؟ دي واصلة 12. واصلة 12 تحتيها الذكر ده يا جماعة. صلاة النبي. واصلة 12000. السلام عليكم. كم خدتوها يا حج؟ 12 الا 200. تحتيها ذكر وانتهى. السلام عليكم. 12 الا كم يا عمي دي؟ 12 ونص. تحتيها حمله وراها رميس. 12 ونص تحتيها حمله. اي جماعه تحتيها حمله ب 12 ونص. السلام عليكم. انا حاجه منك بلا حاجه. ازيك يا عمي؟ منورين والله. عليه الصلاه والسلام. اولا السوق ما شاء الله وتبارك الله. والصلاه على النبي. السوق ماشي والناس ماشيه وربنا السوق مرجع. امين يا رب. ايوه مرجع. ايوه بس حركه البيع النهارده قليله. والله مرد ربنا السوق في ترجيع لها. ايوه في ترجيع. ايوه صح يا حاج صح. ايه معاكم انتم في الفرشه دي؟ انا النعجه دي. تحتيها ايه دي؟ انتايه. تحتيها انتايه. فرتين لبن. انت بتبص علينا وعليك. 11050 جنيه يا جماعه. تحتيها انتايه ب 11050 جنيه. عزاد 11050 جنيه. طب ما السوق رفع مره واحده يا حاج ما شدنا ب 11200. في تهبيط. ها؟ شوف انا جاي لك من بعيد اهو. الصلاة على النبي عليك. بارك يا عم عبده. الله يخليك عمي. ازيك يا خال؟ معانا حاجة النهاردة؟ الصلاة على النبي تبارك الله. اللهم صل على النبي. دول خروفين يا جماعة. وده خروف. ملينا حاجة حاجة يا عبد الأول. ماشي معاه فلاد عشر هي وبت. بت عشر الأم عشر. بت عشر والأم عشر. وهذا السن. الصلاة على النبي. فراد بجنبين. تمام يا معلم. تمام يا معلم. البت ما كسرش ولا بزرة. لا لباني لباني باين. كم يا معلم؟ 13600 يا جماعة. معروف عليه 7000. 7000 13600 دولار. 13600 ذكرين. 67 اللي من هنا ده و7 اللي من هنا. ده 7000 البيع والشراء. ده 67. ده 67 وده 7 اللي 100. 7 الصلاة على النبي يا عم. والتليفون يا معلم عبدو. 011 29 41 31 89. معلم عبد الرحمن الجراشي. متشكرين يا معلم. الصلاة على النبي تبارك الله. خلاصة القول يا جماعة النهارده في سوق الغنم والماعز السوق راجع لورا من قلة السحب. معظم الناس اللي النهارده اللي نزلت بهايم يعني من يعني هو بصوا يا جماعه يعني عشان يبقى الكلام بصراحه بما يرضي الله البهائم الكبيره النهارده مرجعه في السعر بس الغنم والماعز برضه ماسك بس صاحب الغنم ماسك والزبون مش عاجبه السعر ففي حركه ركود يعني بيحصل ايه يعني انت نزلت البهيمه مثلا بسعر قديم ما بترجع تاني
بترجع تاني. نهاية الفيديو، لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.